تنحل. ثاني شيء، ليش السعودية ما تقعد مع تركيا، ما تقعد مع إيران على طاولة واحدة؟ يعني مع قطر نتكلم بمنتهى السرعة. بعد ترجيح مغردين لاغتياله أو اختطافه ومن ثم السيطرة على حسابه في تويتر، فاجأ الأمير السعودي المعارض والمقيم بالخارج خالد بن فرحان آل سعود متابعيه بخطوة غريبة ولم تكن متوقعة تتعلق بالملك سلمان ونجله الأمير محمد. من هو إذن خالد بن فرحان وما الخطوة التي أقدم عليها؟ في التفاصيل، فاجأ الأمير السعودي المعارض والمقيم بالخارج خالد بن فرحان آل سعود متابعيه بتقديم اعتذار للملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان. وتفاجأ متابعو الأمير المعارض بتغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر قال فيها: اعتذار، نظراً لمروري بفترة عصيبة في حياتي، فقد أساءني ما صدر مني من تصريحات مسيئة في حق مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله. وتابع قائلاً: أتقدم لهما بخالص اعتذاري وأسفي على ما بدر مني من سوء في حقهما، حفظهما الله ورعاهم. وعبر مغردون عن خيبة أملهم في موقف الأمير خالد بن فرحان لحياده عن الحق وفق قولهم، فيما رأى آخرون احتمالية مقتله أو اختطافه وأن أحداً ما سيطر على الحساب ونشر هذه التغريدة، كما اعتبر البعض أن صفة البطل لم تعد تليق بالأمير المعارض. وسبق أن كشف الأمير خالد بن فرحان آل سعود المقيم في ألمانيا عن اختفاء 5 من أفراد العائلة الملكية عام 2018، وكشف الأمير البالغ من العمر 41 عاماً أن السلطات السعودية كانت قد عرضت على عائلته مبلغاً هائلاً من المال إذا ما وافق أن يطير إلى القاهرة للقاء مسؤولين سعوديين في مبنى القنصلية السعودية بالقاهرة. ووفقاً لتصريحات له لموقع دي دبليو الألماني، فقد نقل له أقرباؤه أن السلطات السعودية عرفت أنه يمر بضائقة مالية وتسعى لمساعدته، ووعدت أسرته بعودته سالماً له بعد اللقاء. وفي هذا السياق قال الأمير خالد: عرضت علي السلطات السعودية أكثر من 30 مرة أن ألتقي بهم في مبنى السفارة، لكني رفضت بشدة. يعني تفاوض معهم احسن، وهذا وطالع من الشباك شوفها تحت بيقتلوك تهديد بالقذف. وكان الامير السعودي المنشق خالد بن فرحان آل سعود قد اطلق عام 2019 حركه معارضه تحت مسمى حركه حريه شعب شبه الجزيره العربيه، وتدعو الى تغيير النظام في السعوديه، وتكفل بحمايه المعارضين الفارين منها بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي.